السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من One Hour Networking. طبعا بعتذر لأني صار لي فترة مش مسجل فيديو لأنه كان عندي يعني مشاكل صحية في عيني، يعني كان صايب، يعني في عندي تورم كان بالعين اليسرى. الحمد لله مشت الأمور يعني، والآن راح التورم، وأتوقع إنه فيروس كان. طبعا يعني استغليت هاي الفرصة بما ان هم بي اف سنس منزلين اصدار جديد، واحنا شايفين ان هم في عنا ابديت افيلابل، فبتقدر تضغط طبعا عليه وبحكي بوديك على اللي هي الشاشة نفسها. انا راح ندخل عليه من هون. اوب انا طيب اصغرها، فعم بدي ادخل على فريم وير، بعدين بدي ادخل طبعا هون. بعد ما تخلص انت بتحكيه ديسيبل عشان ما يضلوا فاتح زي مثل يعني مثال للاف تي بي سيرفر، فانت يفضل انك دائما تخليه ديسيبل، بعدين تعمل له انيبل زي ما شفنا، بعدين تروح مثلا على مكان ما انت عملت داونلود. انا ابديت زي ما انتم شايفين هون، وبعدين بحكي له بيرفورم فول باك اب. ليش انا بحتاج باك اب؟ علشان ما يصير عندي مفاجآت، ممكن يعني لا قدر الله يعني انه يصير عندي مشاكل اثناء هاي العملية، فانا بعمل فول باك اب، وبعدين بحكي له ابجريد فريم وير. طبعا الان عملية الابجريد راح تصير اسرع، لاني انا ما بقوم بهاي العملية عن طريق النت. انا عملت له داونلود عندي على الجهاز، بعدين قمت بعملية ال طبعا خلال لحظات راح تتم عملية الريبوت. طبعا انا عندي مشاكل بعيوني يعني من فترة طويلة، يعني خاصة لاني يعني بجلس امام يعني جهاز ال كمبيوتر فترات طويلة، يعني ساعات طويلة جدا، فممكن يصير عندك هالمشاكل بعيونك. طبعا تجربتي البسيطة مع بي اف سينس انه ما يعني بعمل ابديت بس في عنده اتوقع مشكلة بعملية الريبوت. طبعا الموضوع باخذ وقت، فعلشان هيك انا راح اعمل بوز لعملية او اعمل ستوب يعني لعملية الريكوردينج، وبس يخلص نرجع بنورجيكو شو اللي صار. تمام. طبعا لحسن الحظ طبعا انه يعني اقام بعملية الريستارت مباشرة، مش زي ما كان يبدو انهم يعني اصلحوا الباج اللي كانت موجودة، فهو مباشرة كنت انا اقوم بالعملية التالية اني اخليه يعمل عملية الابديت او الابجريد، اتركه تقريبا 3 ساعة لنص ساعة، بعدين اعمل له مانيوال ريستارت، تمشي الامور نفس الشيء. فقط كانت انه عملية انه ما يعمل ريستارت لوحده. يعني انا حاليا بعدني موجود على الصفحة اللي كنا فاتحين عليها، بس عملت كلوز ل الدايجرام اللي كان موجود عندك على او يعني الشيء. لو عملت له حاليا ريلود شايفين كانسل، خلينا نشوف مثلا هاي لا ليش هاي بي اف سنس، شايفين خرج. ليش؟ لانه السيرتيفيكت تبعتي او الكوكي اللي كانت موجودة يعني انتهت مدتها. ف طبعا هون
احنا شايفين الان هو بيعمل عملية you are the latest the latest version. طبعا غالبا كل الامور بتكون تمام، ما انت مش بحاجة لتعمل اي شيء، بس يفضل انك تدخل على السيرفيسز هون وتأكد انه كل السيرفيسز موجودة عندك، ما في عندك اي مشاكل، ما في اي شيء مثلا مول ستوبد او طبعا علشان تأكد انه كل شيء تمام يفضل تدخل على السيستم لوج وتتفرج. طبعا اذا كان في عندك اشي ستوبد مش رننج تقدر تدخل هون وتتفرج على السيستم. طبعا هون بحكي لك اذا مثلا في عندك اي مشكلة معينة بتقدر انت يعني تشوف، بورجيك ايش المشكلة. فانت بس اذا وجدت مشكلة، اذا وجدت بس اعمل كوبي جوجل ياهو دك دك جو، اعمل سيرش عليهم مباشرة بتضروا لك اي نتائج خاصة بهذا الموضوع. هاي بالنسبة لعملية الابديت اللي بدنا نتكلم عنه حاليا، اللي هو الانترفيس اللي انا ضفته اخر شيء، هو عبارة عن USB، فلو حذفناه نقدر نهدفه. انا بس كل اللي عملته انه كان هيك بوضع الطبيعي، دخلت هون assign. طبعا راح نتكلم عن هذا ليش، لانه هذا عبارة عن وايرلس اكسس بوينت او وايرلس انترفيس. فانا كل اللي عملته هون دخلت على الفيلان، دخلت او هو سوري مش دخلت على الفيلان، زي ما انتم شايفين هون كان موجود، عملت له بلس فظهر عندي. بعد ما يعني بين عندي دخلت وسميته فيلان علشان نعمل تيستينج على عملية الفيلان بالبي اف سنس. بعد ما عملت له ستاتيك اي بي واخترت له هذا الاي بي ليش ما بعرفش، بعدين رحت عليه مرة ثانية ودخلت على الاساين. هي اول شيء انت بتعمل اساين للانترفيس نفسه، بعدين بتدخل على الفيلانز وأضفت ثلاثة فيلانز، خلينا نضيف واحدة رابعة كمان ما في مشكلة. أول شيء بتحدد الفيلان أو بتحدد الانترفيس، بعدين بتحدد التاج. أنا دخلت 30 40، طبعا بتقدر 41 42، معك من 1 ل 4094 مثلا. هذا بدنا نسميه احنا حكينا انا سميتهم سيلز اي تي اكاونتينج، بتقدر تسميهم اتش ار فيرتشوال فيلان او فيلان. هاي الطريقة انت بتكون ضفت هاي. طبعا كل هذول الفيلانز علشان تقدر تتعامل معاهم فعليا، مش زي ما كنت انا متعود بالجنو سلاش لينكس، لانه الفيلانز بتقدر تعطيهم اي بي ادريسز. ما بعرف ليش هون ما يعني حاولت او دورت ما في اي بي ادريسز والامور هاي. فطبعا هون بدك ترجع طبعا على ال على اللي هو يعني ال السويتش تبعك وتحكي له طبعا تيرمينال مونيتور علشان طلع لك الاشياء يعني اللي هم الانفورميشن او اللوجز. وهنا طبعا لو جيت حكيت له شو فيلان بريف، فانتوا بتلاحظوا انه كلياتهم موجودين على فيلان 100، ما في عندي غير الجيجا بيت، هم بس موجودين على ديفولت فيلان. وهي 172 هي المانجمنت اللي انا بعمل عليها عملية الاس اس اتش. لو حكيت له شو انترفيس او شو اي بي انترفيس بريف، سوري، فانتوا بتشوفوا هنا ما في عندي يعني اشياء كثير على يعني هذا السويتش، بس انا عندي موصول سلك على فاست ايثرنت 04 اب، وفي عندي هاي عمل اللي هي الفيلان بعمليه الاب. ليش؟ لانه في عندك هون هذا انترفيس 24 اللي انا شابك عليه وعامل عليه عمليه الاس اس اتش. فكل اللي انا راح اعمله احكي له كونفيجر تيرمينال، وبعد ما ادخل على كونفيجر تيرمينال لازم تدخل على الانترفيس مثلا فاست ايثرنت 04 سوري. هذا الانترفيس بما انك انت شابكه على فيلان بدك تخليه يقوم بعملية. طبعا تحكي لي شو بنستفيد طب من الفيلان يعني هون.
فعليا انت هون ما بتستفيدش من الفيلان نهائيا. ليش؟ لانه انت فقط يعني زي كانك قاعد تشتغل لاير 2 على الفاير وول. طب كيف بدي استفيد من الفيلانز؟ هون انتو شايفين انه في عندي هذول. لو جيت على مرة ثانية ضفنا كمان فيلان، فيلان حطها مثلا 10. طبعا هاي كانت توقع السيلز، سيلز او اللي هي فيلان فيرتشوال لان. سوري انا حطيتها، ما في مشكلة. لكن انتو بتلاحظوا هون انه في عندي 10 قدرا، في عندي 10 على الاي ام 0 وفي عندي 10 على اليو اي 0. كيف بدي استفيد من عملية الفيلانز؟ بدخل على البريدجينج. ليش؟ لانه انا هون بخلي يمرر البيانات وبعدين بعمل بريدجينج ما بين الاي ام 0 اللي هي اللان عندي او الفيلان. قدران هون فيلان، بعدين بحكي له انه عملية هاي. طبعا انت بتقدر هون مثلا تدخل امور ثانية، مثلا عندك رابد سبانينج تري بروتوكول او سبانينج تري بروتوكول، ايش البروتوكول بدك تستخدمه، سبانينج تري بروتوكول انترفيسز، وين بدك تشغل سبانينج تري بروتوكول عشان ما يصير عندك عملية لوبينج، الفاليد تايم. الفاليد تايم هاي هون طبعا بتصير عملية اللي هي في عندك يعني متى اعتبر لينك اب ومتى اعتبره داون والامور هاي. هلو تايم، هذول مختصات بالسبانينج تري، الهولد كاونت والامور هاي. طبعا هون برايوريتي كل انترفيس على الفيلان، نتذكر انه في عندنا برايوريتي. في عندك الباث كوست، طبعا الباث كوست والبريوريتي بيعتمدوا. في عندك البريوريتي ديفولت 128، بينما الباث كوست بالوضع الطبيعي اللي هو باث كوست لا بيعتمد، بيعتمد عندك السباينج تري بتعتمد الباث كوست على اعتمادا على حجم الباندويث تبع الانترفيس. يعني الباث كوست للايثرنت اكبر من الباث كوست للفاست ايثرنت، والفاست ايثرنت اكبر الباث الكوست تبعته من الجيج ايثرنت. يعني بتوقع هاي اكثر الامور اللي بتهمكم بهاي الموضوع. لكن يعني انا حكيت لكم انه هون ما بتستفيد اشي، لكن انا بدي اكمل معاكم على اساس انه عنا سويتش مربوط فيه اجهزة، الفاير وول مربوط بهذا السويتش، بدنا نعمل عملية ترانكينج، بعدين بدي اعمل بريدجينج ما بين هذا الانترفيس الموصول بالسويتش مع انترفيس ثاني موصول بسويتش ثاني، او بجوز يكون في عندي تو فاير وول بي اف سنس فاير وول واعمل بينهم عملية ترانكينج فعليا. ومن هذاك الفاير وول انا بقدر اعمل عملية بريدجينج مرة ثانية. يعني بصير عندك بريدجينج بين الفاير وولز، والفاير وولز مشبوكات بايثرنت بسويتشز، يعني حسب الموضوع. لكن انا بورجيك الطريقة وانت بتقدر يعني تتصرف بالموضوع. هاي عملية الفيلانز عملية بسيطة جدا، احنا بس اضفنا الفيلانز. بدك تدخل الان على الانترفيس وتحكي له مثلا، عذرا مش الانترفيس، انترفيس الانترفيس بس بدك تعمله ترانك، سويتش بورت مود ترانك او سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك سويتش بورت ترانك allowed VLAN
all. بهاي الطريقة انت بتكون حولته، بعدين بتعمل exit من هون، تيجي مثلا عندك interface range مثلا fast ethernet 0/1 لمثلا 2، switch port access VLAN 10. بتدخل كمان على مثلا من 3 لـ 4، هي switch port mode VLAN مثلا 20. مثلا من 5 لـ 6. هون احنا عملنا مشكلة، لانه احنا عنا الانترفيس 4 هو اللي راح يكون ترانك، فتنسوش، لكن هذا يعني مثال بسيط او سخيف جدا. سويتش بورت VLAN 30 وكذا. فانت بتعمل VLANs حاليا لو شبكت الاجهزة على البورتس هذول، البورتس بيكونوا قادرين انهم يوصلوا لعندك على الفايروول، بعدين الفايروول بتعمل له بريدجينج وبتعمل العملية بشكلها يعني اللي انت بناسبك او اللي انت بتحتاجه اذا احتاجت عملية الفيلانس. وهيك يعني بس خلينا نحكي بريف انترودكشن على الفيلانس على البي اف سنس فاير وول. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله.